ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي. أستاذ قحطان، بداية مرحبا بكم. كيف تنظر إلى برلمان تقول عنه النائبة ماجدة التميمي إنه تحول إلى بازار لبيع وشراء المناصب؟ حياك الله وخير القناة وخير المشاهدين الكرام. أهلا بك. الله حمدك تحول إلى بازار ماجدة، أساسا انطلاقة خاطئة وتجاوز دستوري الذي وضعها بأيديهم، فالجسد ولا خاطئة ومتوصل إليه خاطئ. والآن عندما أجل الانتخابات الجلسة القادمة إلى 25 شهر هي أيضا لا دستورية ومخالفة، لأن بده يكون هناك انتخاب رئيس الجمهورية بعد 3 أيام من تاريخ انتخاب رئيس البرلمان. أما الذي قاسه الأخت ماجدة فهو بالتأكيد هذا تأكيد إلى حقيقة هؤلاء الذين هم ليسوا إلا سناتور بيع وشراء على حساب القيم العراقية وعلى حساب العراق. القيادي بتحالف سيرون أيمن الشمري يعني يقول إن رئاسة البرلمان هي من ستسمي الكتلة الأكبر، ما تعليقك على ذلك؟ ليس صحيحا، وأساسا لابد أن يكون هناك تقديم أسماء وقوائم، وبالتالي الأرقام هي التي تحدد هذه الحالة، وبالتالي إذا ما تم الاتفاق عليه في البرلمان ممكن تكون رئيس الجلسة هم رأس الجلسة هم يقررون، أما إذا اختلفوا على طبيعتها فيعودون إلى المحكمة الاتحادية. وكل حال المحكمة الاتحادية سبق ونعطت تفسيرا لكلمة الأكثر عدد وواضح الصورة، ولكن المشكلة الأكبر هم الآن أدركوها أن بدعة كبرى موضوع المجموعة الأكبر، لأن يعني فقرة 72 من الدستور لا تقول الكتلة الأكثر حتى يكون هناك أغلبية زائد واحد فوق النص، لا الأكبر عددا، وبالتالي مفتوح بمعنى أن السيرون لحالها هي الجهة الأكبر، أو إذا تستعد اثنين أو ثلاثة من الآخرين تقول هي الأكبر، وبالتالي هم أدروا أنهم قد خطأوا في تفسيرها ودخلوا في معمعات بعيدة عن الحقيقة. إلى أي مدى ترى أن تسمية الكتلة الأكبر ستكون ربما شكلا جديدا من أشكال سيطرة النفوذ الإيراني على الحياة السياسية في العراق؟ أي بالتأكيد سيطرة النفوذ الإيراني على الحياة السياسية لا تدل عليها هذه المسمى فقط، إذا مسمى إن كان خطأ أو كان صح ممكن أن يحسم الانتخابات أو التوافقات، ولكن الصور أخرى كثيرة تدل على هيمنة الإدارة الإيرانية على الدولة العراقية، ولأن حتى الانتخابات التي حصلت واختيار رئيس البرلمان كان إحدى هذه الدلالات، ثم أن الذي يحصل الآن في البصرة من متابعة للمتظاهرين ولقوى معينة مسلحة بذاتها وبعينها هو كل يدل على أن إيران هي التي تتحكم بالشأن العراقي تحكم كبير، وهذه الأيام القادمة تظل العدالة أكثر فأكثر. مع هذه التجاذبات وتداعياتها التي ظهرت في نتائج الانتخابات الداخلية في البرلمان، إلى أي مدى تعتقد أستاذ قحطان أن العراق لن يخرج من نظام المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة؟ لن يخرج العراق من المحاصصة نهائيا، ووهم من يقتنع بما يقولون أنهم سوف يخرجون من المحاصصة، وذلك لأن المحاصصة هي التي أوجدتهم، وبزوال المحاصصة زوال أسباب وجود هذه المجاميع. اثنين، القوى الإقليمية غير لما تتحرك تحت مفهوم المحاصصة، يعني حتى المثال ليس لديها خطابا عقائديا فكريا سوى الترتيب المذهبي الطائفية. في أمريكا أيضا بريطانيا من قبلها تحركت بهذا الأساس، وبالتالي الطائفية لن تترك من العراق وأن دعوا ما أدعوا. ولعلنا سمعنا او شهدنا بام معينه عندما اختير المرشح لرئيس البرلمان حطوا انه شمني ونائبي الشيعي ونائبي كردي، هذه هي حقيقه. والان حتى في موضوع الكرد على سبيل المثال المحافظه داخل الكرد تغرض ذاتها، فمثلا لا يمكن ان يقبل مرشح من البرلمانيين على راس الجمهوريه بل حصل من جماعه طلباني،
لان رئاسه الاقليم محصوره للجامعه الاسره الثانيه. البعض يتوقع ان واشنطن ربما توافق على ترشيح عادل عبد المهدي لخلافه العبادي، الى اي مدى تتوقع ذلك ايضا؟ للاسف تقطع الصوت ما اسمع زين. ممكن هناك من يتوقع يعني ترشيح عادل عبد المهدي لخلافة العبادي، إلى أي مدى ترى أن هناك ربما توافقا أمريكيا إيرانيا سيحصل في هذا الإطار؟ أنا لا أتوقع التوافق أمريكي إيراني نهائيا في رأيي الشخصي، لأن اللعبة دائما أقول عليها الآن أمريكا وإيران لعبة صفرية، والصحيح يكون توافق كما حصل في 2010 و2014. أما من سيتم اختياره، أنا كمتابع حقيقي أبصر كعراقي وليس كمتابع استراتيجي، كعراقي اقول لا يهمني من سياتي، لان الجميع سواسيه، لا فرق بين زيد وعمر، الجميع قاسدون طائفيون مذهبيون مرتبطون بقوى اقليميه. ولكن ما زالت الامور هكذا تجري، حصرا في الجانب الشيعي وحصرا في القوى المرتبطه بحزب الدعوه، وبالتالي هكذا الامور تعيد نفسها بنفسها. ولكن اتوقع ان محاضره كبيره لداخل البيت الشيعي على عادل عبد المهدي، والعراقيون طبعا لا ينسون هي انه هو من سرق مصر الزويه وهرب في ضحى النهار. وهذه مشكلتنا، ان عندما يعود السراق مصريا طيب ما نسال احنا اين المرجعيه عندما تقول المجرب لا يجرب والفاسد لا يكرر. هذه مشكله كبرى حقيقه الامر، لذلك كل الامور مفتوحه وكل الخيارات. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية الأستاذ قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.